يعني اسماء كتيره، لكن المهم مين اللي هياتي. ديفيد لويز طبعا صعب يترك نادي تشيلسي، يعني اجر الاقرب. وادي لمسه حلوه اليكسيس سانشيز الى قلبه، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الكوره الجميله، وهدف ليه اللاعب بيدرو. بقول لحضراتكم ايه تقسيمه، بيقسمه يعني في هذه اللقطه، وهدف في الدقيقه 28 لبيدرو بعد مثلث قوي جدا. البعض قال لك مثلث الرعب هيكون اليكسيس سانشيز مع ميسي مع اللاعب طبعا نيمار، ولكن شوف هنا بقى المثلث من بيدرو امامنا اليكسيس سانشيز الى قلبه الى اللاعب بيدرو امامنا اهو. شوف متسنيها ازاي، بيدرو خد رقم 7، الرقم اللي كان بيرتديه فيا بعد ما راح لاتلتيكو مدريد. وادي امامنا بيدرو يسجل في الدقيقه 28، 4 لا شيء حتى الان. خسروا في العام الماضي امام سامدوريا فريق برشلونه نهائي هذه البطوله او كاس طبعا جوان جامبا.